بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نتناول في هذا الحديث بعض جوانب حياة السيدة الصديقة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. من المعروف لدى الجميع أن خديجة كانت من أثرى الأثرياء في مكة قبل الرسالة، وذلك في ما يظهر لأنها قد أحسنت الاستفادة من الإرث الذي ورثته من أبيها خويلد، والذي توفي في وقت مبكر من حياتها، إما قتلا في بعض الحروب التي ترتبط بحلف الفضول، أو أنه مات موتا طبيعيا. حلف الفضول هو عبارة عن تحالف قام بين عدد من القبائل العربية، منها بنو هاشم وغيرها، لحماية الضعفاء ورد الظلم عن المظلومين الذين يأتون إلى مكة ويتعرضون إلى بطش الأقوياء وظلم الرؤساء في ذلك البلد. وينقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر حلف الفضول فقال: ذاك حلف لو دعيت إليه لأجبت، يعني حتى بعد الإسلام، لأنه يقوم على أسس إنسانية راقية، منها حماية الضعيف، منها رد الظلم عن المظلوم، وهو نشأ كرد فعل طبيعي على المظلوميات التي كانت ترتكب في مكة من قبل الأقوياء. فإن المؤرخين يذكرون أن شخصا
جاء إلى مكة وباع لأحد كبارها متاعا فلم يدفع إليه ذلك الرجل المكي المال، وظل ذلك يتشكى ويتظلم، وحيث أنه غريب لم يكن يستطيع أن يأخذ حقه. وبعض آخر يقول بل أكثر من ذلك، أخذ هذا الرجل المكي القرشي من ذلك الرجل زوجته ظلما وعدوانا. فكان هذا منطلقا بين عدد ممن كانوا ذوي مستويات عالية في الأخلاق أن يتعاقدوا ويتحالفوا فيما بينهم على أن يكونوا عشيرة من لا عشيرة له إذا كان مظلوما، وأنصار من لا أنصار له إذا كان صاحب حق وقد أخذ ذلك الحق منه في مكة. والد خديجة في بعض الروايات قتل في بعض هذه المعارك التي كانت في صدد الدفاع عن بعض المظلومين، والتي ربما سميت بحروب الفجار. هناك رأي آخر يقول إنه توفي بشكل طبيعي. على أي حال، نتيجة ذلك كان أن آل إلى خديجة مبلغ كبير من المال هو عبارة عن الميراث. خديجة كانت ذات شخصية متميزة، واستطاعت أن تنمي هذه الثروة وأن تتاجر بها حتى صارت واحدة ممن يشار إليهم بالبنان في مستوى الثراء. وبالرغم من أن بعض المؤرخين يبالغون في هذا الجانب حينما يذكرون أنها كانت تملك 30,000 بعير على مستوى الجزيرة العربية، إلا أننا نعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا، غير أنها كانت بالفعل ثرية. ونستفيد هذا المعنى من شيء آخر، وهو أنهم قالوا أنها ملكة القنطار، هذا واحد. والقنطار عبارة كما قالوا عن ملء جلد ثور من الذهب، أي تستطيع أن تقول قريب 400 كيلو أو حوالي هذا المبلغ من الذهب، وهذا في ذلك الوقت كان يعد شيئا كثيرا، وقليلون هم الذين ملكوا القنطار. أيضا نستفيده مما ذكر من أن خديجة كان لها في رحلة الشتاء والصيف قرابة 100 بعير تحمل تجارتها وبضائعها وسلعتها. وإذا عرفنا أن مجموعة هذه النياق كما ذكر بعض المؤرخين كانت تصل إلى 1,000 بعير، نستطيع أن ندرك أن حوالي 10% من كل هذه الثروة الذاهبة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء كان ملكا لخديجة. وأنت ترى أنه عندما يقال فلان مثلا في سوق الذهب يستطيع أن يتاجر 10%، أو في سوق العقار يتاجر 10% من حجم السوق، هذا يعني أن مستواه المادي والاقتصادي يكون كبيرا جدا. هكذا كانت خديجة ثرية. غير أن الثراء الحقيقي الذي كانت تملكه خديجة
لم يكن في الجهة المادية فحسب، وإنما ثراؤها في أنها كانت في ذلك المجتمع الموغل في الجهل والذي شاع فيه الفساد، كانت قد عرفت بالسيرة الحسنة وبالعفاف وبالتزام الفضيلة إلى حد أنها سميت بالطاهرة. الطاهرة هذا مو لقب بعد الإسلام، وإنما قبل الإسلام أيام الجاهلية، أن تصبح امرأة طيبة وملتزمة في مجتمع متدين وملتزم، هذا أمر حسن ولكنه لا يعد شيئا استثنائيا. ولكن إذا عاش أحد في مجتمع تسود فيه الفحشاء ومع ذلك استطاع أن يحتفظ بمستوى من الفضائل والأخلاق غير اعتيادي، هنا يتبين أن له ميزة كبيرة. خديجة عاشت في مجتمع قريش، مجتمع قريش لم يكن في الغالب كصورة اجتماعية عامة لم يكن يقيده أمر ديني في اقتراف الفواحش، يعني قضية الزنا مثلا ما كانت شيئا مستنكرا جدا على مستوى العموم. نعم على مستوى الذين كانوا على دين إبراهيم والمتحنفين، طيب هذول كان يستوحشون ويستنكرون الزنا، وأما الحالة العامة فما كانت. وأورد لك إشارتين فقط. الإشارة الأولى أنهم أي المفسرين أي المؤرخين يذكرون أنه كان هناك بعض ذوات الأعلام في مكة المكرمة. ذوات الأعلام لو تريد تترجمها اليوم بلفظ حديث تقول بيوت دعارة عليها يافطات، هذا معنى ذوات الأعلام، يعني هناك أماكن ونساء معروفات بالفاحشة والعهر وكانت أماكنهم معروفة وعليها يافطة ترشد إليها أعلام بشكل خاص، أي واحد يريد المتعة المحرمة والزنا كان يذهب إلى هذا المكان ويدفع مقدارا من المال. وهذا كان موجودا بين الجواري، وكان بعض كبار قريش يعدونه عملية استثمارية، يعني يجيب إلى جواري 10-20 جارية ملك يمين ويخليهم في هذا الباب ويتكسب من وراهم، يعني على أثر ممارستهن للزنا وإعطائهن المتع الحرام للقرشيين كان يحصل على أموال من هؤلاء ويعتاش منها. اللي إجا القرآن الكريم بقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كانوا يقصروهن ويكرهونهن على هذا الأمر. بل حتى بالنسبة إلى غير الجواري كانت بعض النساء العربيات واللي فيما بعد بعض المسلمين كانوا معروفين بابن فلانة ابن النابغة وابن الزرقاء، وهذول كانوا من هالنوعية من النساء. فإذا لم يكن الأمر على مستوى كبير من الشناعة، تتصور قد يكون في مجتمع فساد قد يكون فيه زنا، لكن أن يصير في أماكن معينة ودور مخصصة ومكتوب عليها ومعلم عليها هذا المكان لهذا الغرض، هذا معناه أن نفس هذا العمل لم يكن مستبشعا كثيرا جدا. هذا على مستوى الرجال. على مستوى النساء، على مستوى الرجال، رجل مثل أبي سفيان اللي هو سيد
بني أمية وكبير من كبار القرشيين لا يجد في نفسه غضاضة عندما يذهب إلى الطائف أن يقبل على أحد أصدقائه هناك ويقول له أصب لي بغيا أريد وحدة عاهرة، وهو رجل يفترض أن منزلته الاجتماعية لم تكن تسمح بمثل هذه الأمور لو كان هذا العمل شنيعا، حتى إذا ما كانت قضية دينية. أحيانا الإنسان صاحب الشخصية الاجتماعية والمنزلة يمتنع عن بعض الأمور حفاظا على شخصيته، يظهر أن هذا الأمر ما كان مخلا كثيرا عند هؤلاء وعندها الطبقة، ما كان مخلا بالمنزلة الاجتماعية، والقضية معروفة عندما جاء له بامرأة متزوجة وهي زوجة عبيد الثقفي، فقام بذلك الفعل الشائن معها وأنتج زياد بن أبيه. طيب، فإذا هذا المجتمع اللي يصفه جعفر ابن أبي طالب عندما وقف أمام النجاشي وبدأ يتحدث عن الحالة الاجتماعية في مكة، قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونقدس الأصنام ويأكل القوي منا الضعيف ونأتي الفواحش. مو مقصوده هو يعني يأتي الفواحش، وإنما كحالة ضمن المجتمع العام. في هذا المجتمع إذا جاءت امرأة مع أنها تملك الأموال الطائلة ومع أنها تملك حريتها، لم يكن هناك أحد يستطيع أن يعارضها، وكانت مطمعا بحسب هذا الأمر إلى من يريد ثراءك جمالك. طيب، والمجتمع لم يكن يمانع كثيرا في مثل هذه العلاقات، مع ذلك هذه المرأة تتحلى بأعلى درجات العفاف إلى حد أنها تسمى بالطاهرة في ذلك المجتمع القرشي قبل الإسلام. هذا كان الثروة الحقيقية لخديجة بنت خويلد. ثروتها الحقيقية كانت في كمال عقلها، أنها امرأة كاملة العقل. كمال العقل يعني أن تختار أحسن الشيئين، لا أن تختار بين الحسن والسيء، تارة شيء سيء وآخر حسن. من يمتلك العقل يختار الشيء الحسن، ولكن عندما يكون هناك شيء حسن وآخر أحسن منه يحتاج إلى كمال عقل لكي يختار الشيء الأحسن والأفضل. خديجة كانت كاملة العقل، ومن كمال عقلها أنها انتخبت قرارها في حياتها بحيث حازت على زوجية رسول الله صلى الله عليه وآله وأصبحت أم ذريته، وبقاء نسل رسول الله صار في هذه المرأة الطيبة. خديجة كانت بحسب الظاهر لا ينقصها شيء، ولكنها كانت تبحث عن الكمال فوجدته في رسول الله صلى الله عليه وآله. ينقل المؤرخون أن خديجة كانت مع عدد من النساء في فناء البيت الحرام، فمر بهن كاهن وقال لهن يا نساء قريش إنه يوشك أن يبعث نبي في هذه الأرض، فمن استطاعت منكم أن تكون له زوجة فلتفعل. باقي النساء اللي ضحكت واللي تمسخرت واللي مر هذا الكلام هكذا، وأما هذه المرأة فاستمعت إلى هذا القول وحاولت أن تتبع أحسنه، وظلت تفكر أنه من يكون هذا الرجل الذي سيبعث. طبيعي، أوجه شخص يشار إليه في الصدق والأمانة وحسن السيرة
كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ولكن كيف تصل إليه؟ تلك الفترة صادفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يعمل في قضية التجارة لكي يساعد عمه أبي طالب، لكي يساعد عمه أبا طالب، ولكي يغير وضعه الاقتصادي أيضا. الرسول شخص منتج ليس شخصا اتكاليا. وسمع، وعليكم السلام، وسمع أن خديجة كانت تستأجر من يريد العمل لقضية التجارة، فطلب منها هذا الأمر، وخديجة تنتظر مثل هذه الفرصة، فتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وآله على أساس ما نسميه اليوم بالمضاربة. والمضاربة تعني أن يكون طرف عنده رأس مال وطرف آخر يكون عاملا متاجرا متحركا في رأس المال هذا، ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق، نصف لرأس المال ونصف للعامل، أو ثلثان لصاحب المال وثلث للعامل حسب الاتفاق. هكذا على ما هو التحقيق اتفق رسول الله صلى الله عليه وآله مع خديجة. خديجة التي كانت تبحث عن رسول الله، عن محمد وعن أحواله، وكانت تتوقع أنه إذا كان هناك نبي في مكة يبعث فلن يكون غير محمد بن عبد الله، لكن كانت تريد أن تتقرب إلى حياته وأن تتعرف إلى تفاصيل هذه الحياة، وجدت هذه طريقة مناسبة فقبلت على الفور، وأعدت العدة وكلفت غلامها ميسرة، واللي عنده خبرة بهذا الطريق مرار رايح إلى الشام وإلى اليمن، كلفته أن يكون مع النبي خادماً، وفي نفس الوقت أن يلاحظ هذا الأمر. ميسرة لعله تصور أنه حتى تصون أموالها، بينما هي خديجة كانت تفكر في شيء آخر. ذهبت القافلة، قائدها رسول الله، على رأسها رسول الله، ومعه عدد من غلمان وخدام خديجة، وذهبوا إلى الشام. ميسرة استوقفته القضايا التي كان يلاحظها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض القضايا ما لها تفسير بمحض الصدفة، وإنما هي عبارة عن أحداث كونية تدخل في تأييد الله لهذا الإنسان، ولم تكن شيئا طبيعيا. رأى الغمامة أو السحابة التي تظل النبي صلى الله عليه وآله وتنتقل بانتقاله. شنو هذا الوضع؟ وضع غير طبيعي. عندما توقفوا في مكان وجاء رسول الله وغسل يديه ووجهه تحت شجرة كانت جرداء يابسة، وإذا بها تعود مخضرة مورقة، هذا أمر غير طبيعي. استمر يراقب ميسرة هذا الأمر إلى أن وصلوا إلى الشام. في الشام بدأ يتاجر النبي، يبيع ويشتري، وهو متمسك بأعلى درجات الأخلاق، خلافا لما يتصوره البعض أنه السوق ما تحتاج إلى أخلاق، خلي الدين في المسجد وتعال إلى السوق إذا تريد تربح، وكما قال بعضهم الدين دين والبزنس بزنس، تريد تربح لازم شوية كذب، لازم شوية غش، لازم شوية تزيين السلعة، لازم شوية كذا، يجي يقسم بالأيمان المغلظة، والله وبالله وكذا، هذا طالع علي ب50 وأنا قاعد أبيعك إياه ب45، عفية عليك أنت العطول هالمدة تزاحم بس حتى تجيب السلعة بأرخص إلي. طيب
يابا فلان واحد أقسم بالله 3 ساعات قاعد إياه أتكلم وياه وكذا حتى أقنعه حتى يشتري هذا الأرض من عندك بهالمبلغ، بس ما قدرت عليه ولازم تبيعها بكذا وكذا، وهو يمكن من شهر ما شايفه أصلا. طيب، فأدخل البعض هذا الأمر في السوق وكأن السوق لا ينسجم مع الدين، لا ينسجم مع الأخلاق. تريد تربح لازم تتخلص من الأخلاق، تريد تنتج لازم توخر الدين على جهة. ميسر شاف أن القضية لا، ليس كذلك، هذا رجل لا يحلف بالله على سلعة ولا يكذب على أحد ولا يغش أحدا، ولا إذا السلعة يقول فيها كذا وكذا تحب تشتري اشتري، ما تحب تشتري هذه كما يقولون شوفت عينك. وكان بهذه الطريقة، ومع ذلك ربح رسول الله في تلك السفرة شيئا فوق ما كانوا يربحون بطرقهم السابقة من الغش والحلف وغير ذلك، أضعاف مضاعفة. وهذه نتيجة طبيعية، أنت لما تعامل الناس بالأخلاق الحسنة ويستشعرون منك الصدق أنا إذن يقبلون عليك. أما إذا شعروا بأنه أنت تخدعهم ولو تحط إلى 20 قرآن وتقسم عليه ما ينفعك. طيب، فذهل ميسرة من هذه البركات والرزق والربح الذي حل عليهم مع هذا الرجل محمد بن عبد الله، وكروا راجعين. لم يكن هم ميسرة إلا أن يصل إلى خديجة لكي يخبرها بتفاصيل التفاصيل مما زادها فيها رغبة، وعلمت خصوصا بعدما نقل إليها تلك الظواهر غير الطبيعية التي هي بمثابة إرهاصات لنبوة النبي، أشياء كونية ما تحصل لكل، يمكن إنسان يصير صادق يمكن يصير أمين، أما هذه القضايا التي نقلها لا يمكن أن تحدث إلا لمن هم على اتصال مع الله تعالى أو على ارتباط أو أن الله يريد أن يؤيدهم، محالة طبيعية. لكن كيف تستطيع أن تتزوج من النبي والحال أن العادة جارية على أن الرجل يطلب المرأة لا أن المرأة تطلب الرجل؟ هنا كانت خديجة بين واحد من أمرين، إما أن تلتزم فد عرف من الأعراف وهو أنه أنا ما أتكلم في الموضوع، ما أتحدث، ما أطلب يد النبي، ما أقول له تعال تزوجني، بس بالتالي يمكن أن أخسر ذلك النعيم المقيم والخير العظيم وتروح هذه الفرصة والنعمة من يدي، أو أن أقتحم هذا الأمر. هذا ليس إلا عرف من الأعراف، ليس منكرا من المنكرات، حتى أنا ما آتي به، خل أنا أطرح الموضوع، وهذا من كمال عقلها. فأرسلت إحدى صاحباتها نفيسة بنت منبه أنه روحي واسألي محمد بن عبد الله لما لا يتزوج، وقولي إلى أن خديجة لها رغبة في هذا الأمر. فجاءت تلك المرأة وتكلمت مع رسول الله، يا محمد لما لا تتزوج، أنت الآن عمرك 25 سنة يناسب وقت الزواج. قال لها ليس عندي مال، ومعلوم خصوصا ضمن مقاييس ذاك الزمان وسائر الأزمنة، بالتالي ليس كافيا أن يكون الإنسان هو نفسه إنسان مؤمن ومتدين وخلوق، لازم يكون عنده مهر، لازم يكون عنده نفقة، أنا ما عندي هذا الشيء، من تقبل بي؟ على هالحالة يعني، مع أن النساء ينتظرن مهرا، ينتظرن نفقة، ينتظرن مالا. فقالت له أنا أعرفها، خديجة بنت خويلد. قال لها وتقبل؟ قالت هي أرسلتني إليه، هي دزتني عليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر عمه أبا طالب أنني أريد الزواج وأريد أن أتزوج بخديجة بنت خويلد. أبو طالب تعجب من الأمر في البداية، ولكن سأل تقبل؟ قال بلى تقبل. فقام أبو طالب ومعه حمزة والعباس وعدد من بني هاشم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله،
وذهبوا إلى بيت خديجة، وخديجة كانت ذات شخصية مستقلة ومؤثرة وقوية، بحيث هي كانت تستقبل طبعا مع مراعاة الحشمة وشؤون العفاف، لكنها كانت امرأة ذات شخصية ومتصرفة في نفسها ومالها. فخطب أبو طالب وقال: الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمدا ممن لا يوازن به رجل إلا رجح عنه، ولا يقاس به أحد إلا فضل عليه، وله في رغبة خديجة، ومهرها آجله وعاجله علي في مالي، وله بعد ذلك، وهو وإن كان مقلا في المال إلا أن المال ظل زائل ورفد جار، وله بعد رأي يعرف ودين شائع. كانت هذه خطبة أبو طالب أبي طالب لخديجة، أنه إحنا جئنا خاطبين خديجة لمحمد، والمهر علي، وهو رجل مو منكر، ماكو واحد أفضل منه، رأيه رأي كامل، دين عنده أيضا. وهذه إشارة من الإشارات اللي كانت إلى أن أبا طالب كان يعرف عن دين رسول الله ويتوقع حصوله قبل البعثة، وذلك على أثر إخبار أبيه عبد المطلب له عندما كفله برعاية وكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا أحد أعمام خديجة قام لكي يخطب، يعني يرد على هذا الكلام، فأخذه البهر. بهر إما يعني حالة من الربو، ضيق النفس فلم يستطع أن يكمل، أو أخذه الانبهار، حالة نفسية تهيب من المجلس، خصوصا المجلس ما يدري شو يقول الآن، يقول ما نقبل على خديجة تقبل، يقول نقبل على الخديجة ما تقبل، يقول المهر هالقد لعلها تزيد أو تنقص، لأن هذه امرأة هي ذات رأي وذات شخصية خاصة. فلم يبلغ حاجته، قامت خديجة وهي ردت على الكلام وقبلت خطبة النبي لها، وقالت: المهر في مالي، أنا أعطي المهر مو أنت يا أبا طالب. أحد الحاضرين تعجب وقال: يا عجبا، الرجال يعطون النساء المهر، وهنا رأينا النساء تعطي الرجال المهر. فرد عليه أبو طالب قال: إذا كان مثل ابن أخي محمد أعطته النساء المهر، وإذا كان مثلك لم يجب وإن أعطى المهر. لا، مثل حضرتك حتى لو تبذل الأموال ما يعطوك، لكن مثل النبي يرغب فيه، مثل محمد يطلب. فتم الزواج بناء على ذلك. هنا نفد رواية وهي في غاية الروعة تقول: فأراد رسول الله صلى الله عليه لما قاموا حتى يرجعون، أراد رسول الله أن يذهب معهم، قالت: إلى أين؟ تفتت إلى خديجة قالت: إلى أين يا محمد؟ وين رايح؟ البيت بيتك وأنا جاريتك. هذا التعبير موجود، هذا البيت كلها، القصر هذا إلك، وأنا المالك مالته، لست إلا جارية وخادمة لك. هذا قبل البعثة ب15 سنة، قبل أن ينبأ رسول الله، قبل أن يبعث في الواقع رسول الله، ب15 سنة كان هذا موقفها. هنا أريد أن أشير، وإن كان الوقت راح يطول علينا قليلا، إلى فد كلام يقرأ أحيانا في حفلات الزواج، وهو كلام خاطئ وغير صحيح، وهو عندما يقرأ البعض قصة تزويج النبي، تزويج خديجة نفسها للنبي، يذكرون هذا المقطع لما خطب أبو طالب
فقام يقول هذا في هذا الكلام وهي رواية باطلة عاطلة غير صحيحة. يقولون هنا فقام أبوها خويلد فرفض ذلك وأصر عليه، رفض أن النبي يتزوج، أن محمد يتزوج خديجة، فقامت خديجة وسقته خمرا حتى ثمل وسكر وكملوا الشغلة. بعد ذلك لما قعد قال شنو اللي صار؟ قالوا له خديجة تزوجت، منو سوى هذا كذا؟ أراد أن يثور وكذا، فأعطته خديجة 1000 دينار فسكت. هذا الكلام كلام باطل، كلام غير صحيح، لأن المؤرخين يتفقون على أن والد خديجة قد توفي قبل أكثر من 20 سنة من هذه الحادثة، أصبح رميما في التراب. أي رفض وأي خمر وأي كذا، هذا كلام لا قيمة له من الناحية العلمية. غير والدها أيضا لم يكن له أي سلطة على خديجة، ما كان أحد يستطيع القبول ولا الرفض ولا أن يتقدم عليها، لا ورقة بن نوفل ولا أحد من أرحامها، هي كانت ذات شخصية قوية متصرفة ومستقلة في شأنها. ولذلك هذه الرواية اللي أحيانا نسمعها حتى في بعض حفلات الأعراس عندما تقرأ، هذه فيها يعني إهانة إلى خديجة الكبرى سلام الله عليها، أنها تحتال مثل هذا الأمر، غير أنها فد رواية خاطئة وكاذبة وغير صحيحة. فتزوجت خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله ووصلت إلى ما كانت تريد، وهذا من علائم كمالها. عاشت مع رسول الله في هالفترة، المؤرخون مختلفون بين من قائل أنه كان عمرها 40 سنة وبين من قائل كان عمرها 35 وقائل يقول 25 سنة. النبي من المسلم أنه كان عمره 25 سنة في هذه الفترة، لا يضر ذلك إن كان عمرها 25 سنة أو 35 سنة أو 40 سنة، لا يغير في الأمر شيئا أبدا. والذي يغير في الأمر هو أنها أقدمت باختيارها بعد كمال عقلها على أن تتزوج النبي صلى الله عليه وآله، واستمرت معه في حياتها الزوجية مدة 25 سنة، 15 سنة قبل البعثة و10 سنوات بعد البعثة، وأنجبت له أولاد وبنات. في البنات أكو خلاف في من عدا فاطمة الزهراء عليها السلام، هناك رأيان، رأي يقول أنها ولدت له ثلاث بنات إضافة إلى فاطمة الزهراء، وأنهن كن بنات رسول الله زينب وأم كلثوم ورقية. وهناك رأي آخر يقول إنهن لم يكن بنات خديجة ولا بنات رسول الله، وإنما بنات أختها، وهذا إله محل آخر لتحقيق أمره، وعندنا رأي خاص فيه الآن لا نشير إلى أدلته، وإن كنت أستقرب أن هذه البنات كن بنات خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك جملة من الأدلة أقمناها في موضعها، الآن لا نتعرض إليها، ماكو وقت. الحاصل عاشت خديجة مدة 25 سنة مع رسول الله في أفضل ما يمكن أن تعيش فيه امرأة مع زوجها. قبل البعثة أنا أجيب لك فقط إشارة واحدة، ومنها أنت تستطيع أن تعرف كيف كانت تحيا خديجة مع رسول الله، وبعد البعثة أشير إلى إشارة أخرى. قبل البعثة يذكر المؤرخون أنها كانت تذهب للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. كثير منكم ذهبوا إلى مكة، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. المسافة خصوصا في تلك الفترة بين مكة وبين جبل النور الذي يقع فيه غار حراء، في ذلك الوقت كانت مسافة بعيدة. ليش؟
الآن جبل النور داخل مكة، في السابق ما كان داخل مكة وإنما كان خارجا عنها بمسافة، لأن مكة ما كانت متسعة العمران في زمان الإمام الصادق، يعني بعد قرن ونصف تقريبا كانت واصلة إلى عقبة المدنيين العمران، وعقبة المدنيين بحسب اليوم تساوي المعابد تقريبا. طيب، هذا في زمان الإمام الصادق، أما قبلها فكانت أدنى من ذلك وأقل بكثير. المسافة بين داخل مكة وبين جبل النور وغار حراء مسافة بعيدة جدا، والصعود إلى غار حراء أيضا مجهد ومتعب ويحتاج إلى وقت. المؤرخون ينقلون أن خديجة كانت تفتقد النبي أحيانا فتبحث عنه في مكة، فإن وجدته وإلا ذهبت إليه لكي تبحث عنه في غار حراء. تصور امرأة عدها خدم، عدها غلمان وعبيد، عدها قدرة على أن ترسل أناس يفتشون عن رسول الله، لكنها مع ذلك هي بنفسها تخرج وهي الزوجة الثرية في ذلك الوقت لكي تبحث عن زوج حتى تطمئن على سلامته وحياته. فإذا وصلت إليه وعرفت أين يكون خلص استقرت ورجعت. هذا نموذج لما كانت عليه السيدة خديجة سلام الله عليها في حرصها وحنانها وحمايتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأما بعد الرسالة، بعد الرسالة يكفيك أن النبي قد تحدث عنها بشكل واضح في أكثر من مورد، وظل يحفظ ذكرها بعد وفاتها إلى مدة طويلة، ولعل قوله آمنت بي حين كفر بي الناس، بعض زوجات النبي من كثرة ما ذكر النبي خديجة بحسن الثناء ورعى ذكرها غرن منها. شنو هذه؟ لاحقتنا حسب التعبير ليل ونهار يهدى لرسول الله شيء فيقوم بإهدائه إلى بعض النساء من صديقات خديجة حفظا لذلك العهد. يقول كانت تزور خديجة أيام كانت خديجة، كانت انفصلت عنها نساء قريش بعدما تزوجت برسول الله، بعض النساء ظلوا على العهد والوفاء والإخاء، فالنبي حفظ لهن ذلك، إذا أهدي له شيء أرسله هدية إلى هذه النساء، لأنهن كن قد حفظن عهد خديجة وود خديج. طيب، فغارت منها بعض النساء، شكد تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب رسول الله قال ما أبدلني الله خيرا منها. عدد من النساء فيهن الثيبات والأبكار وممن ولدت فعلا. طيب، ولكن آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها وحرمت من غيرها. الولد يعني استمرار الذرية، وإلا من ماريا أيضا حصل النبي، من ماريا القبطية حصل إبراهيم، لكن شاءت إرادة الله أن تكون استمرار ذرية النبي وامتداد نسب النبي من خلال خديجة لا غير. وهذا في الواقع جزاء وفاقا، ذاك تلك التضحية التي ضحت بها خديجة أعطاها الله أجرها أضعافا مضاعفة. كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع، واحدة منهن خديجة. أفضل نساء أهل الجنة أربع، واحدة منهن خديجة. نساء أهل الجنة هم أفضل نساء أهل الأرض، لأن الباقي اللي ما يدخلون الجنة هؤلاء ليس فيهن فضل، فإذا صارت واحدة أفضل نساء أهل الجنة يعني أفضل النساء على وجه الإطلاق. طبعا هنا إحنا نخرج بفاطمة وهي أفضل الجميع، ولكن تأتي خديجة في من عدا
فاطمة سلام الله عليها فضل النساء، نساء أهل الجنة، فأعطت فيما بعد كل ما كانت تملك وأنفقت مالها وراحتها وجهدها في سبيل حماية رسول الله وتأييد دينه، حتى لقد صح القول قام الإسلام على سيف علي وما لخديجة. هذا كلام إله مقدار كبير من الصحة، بل هو الصحيح. طيب، حتى أن أحدهم وقد سمع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم أن رسول الله قد أعتق من العبيد كذا وكذا، تدري لا عتق إلا في ملك، ما يقدر واحد أنا أجي مثلا أقول عبدك حر لوجه الله إلا أن أدفع لك ثمنه أو أشتريه منك ثم أعتقه، وإلا يصير واحد كريم من مال غيره، يا بقى أنا أتصدق بسيارتك وأتبرع بفلوس اللي جيبك، ما يصير، لابد أن يدفع الإنسان ثمنا لذلك. فما كان النبي يجي يقول أنت حر لوجه الله هكذا، لابد أن يشتريه أو أن يدفع الثمن لمالكه. فيسأل ذاك الرجل الإمام علي، ومن أين كان لرسول الله هذا المال حتى يعتق هذا المقدار من العبيد؟ قال ويحك، فأين ذهب مال خديجة إذن؟ كيف أنفق مال خديجة؟ إنما هو على الإنفاق على المسلمين الضعفاء والفقراء والعبيد، وعلى تجهيز الجيوش، وعلى احتياجات الرسالة، وعلى تحرير العبيد، وكل ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وآله كان جزء كبير منه من أموال خديجة. ولذلك هلكت وانتهت أموال خديجة، لأن المصاريف كانت أكبر من أن تستوعبها هذه الثروة، خصوصا أن العمل التجاري حسب التعبير لخديجة قد توقف فيما بعد، خلاص كفار قريش أصبحوا يحاصرون حصارا اقتصاديا كل إنسان يظهر الإسلام، لا يبيعونه، لا يشترون منه، لا يتعاونون معه، وأدى الأمر إلى أن حاصروهم في الشعب، في شعب أبي طالب، وما بقي من ثروة خديجة كان يشترى به الشيء بأغلى الأثمان، إلى أن حضرتها الوفاة صلوات الله وسلامه عليها. وعندما حضرتها الوفاة لم تكن تملك شيئا من ثروتها، هذا معنى الكمال العقلي، هذا معنى تقدير النبي صلى الله عليه وآله لها، هذا التقدير العالي لم يأتي مجانا ولا مجاملة، وهذا معنى أن الله عوضها بهذا التعويض العظيم، أن ذرية النبي وبقاء هذا النسب وخدمته للأمة إنما هو ببركات هذه السيدة الطاهرة. وصلت إلى نهاية حياتها والتفتت إلى ابنتها الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكانت لا تزال صغيرة السن، فقالت لها بني اذهبي إلى أبيك وأخبريه أن أمي لما بها، يعني خلاص بعد انتهت على أبواب الرحيل والموت، واسأليه أن يعطيني رداءه لكي أجعله كفنا لي، حسب ما ورد في بعض الأخبار. هاي المرة الأولى لعلها التي تطلب فيها خديجة شيئا لها، كانت دائما صاحبة يد العطاء، هذه أول مرة تصير صاحبة يد الأخذ. فذهبت فاطمة وهي دامعة إلى أبيها وأخبرته أن أمها على أبواب الرحيل وأنها تحتاج إلى ردائه كفنا. فجاء رسول الله كما نقلوا وقد دمعت عيناه إلى أن وصل إليها، فرآها في حال الاحتضار، فقال لها يا خديجة بالكره مني ما أرى منك، يعني رغما علي، غصبا علي أشوفك بهذه الحالة. تدري عادة الزوج يحب أن يرفه زوجته وأن يعطيها، أما أن يشوفها في هذه الحالة وهي لا تملك شيئا، وهي على فراش الموت تنتهي تذبل،
وعمرها في ذلك الوقت قريب 65 سنة، قال لها: بالكره مني ما أرى منك يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. فطلبت منه الرداء فأعطاها الرداء كفنا. بعض أرباب المنبر يقول أنه في هذه اللحظة نزل الأمين جبرائيل على رسول الله، قال: يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأ عليك وعلى خديجة السلام ويخصكما بالتحية والإكرام ويقول: كفن خديجة علينا. هذا عطاء من رب العزة، هذا تعويض لما كانت خديجة تعمله في سبيل الله تعالى، فكان أنقضت نحبها راضية مرضية مشيعة بسلام الله تعالى، وعندها كفن من الجنة أهداه الله تعالى إليها، فكفنت به ثم كفنت بكفن برداء رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يكون معبر لها إلى جنات عليين. بعد ماذا تريد أكثر من هذا؟ كفن إلهي ورداء نبوي، هذا جزاء عطائها لله تعالى ولدين الله. ترى هل كان الحسين عليه السلام يحتاج إلى كفن إلهي وإلى رداء نبوي أو لا؟ بقي بأبي وأمي 3 أيام على رمضاء كربلاء تظهره حرارة الشمس، أين كفن الله؟ أين الكفن من الجنة؟ وأين رداء من رسول الله؟ هل هذا كان هوانا على الإمام الحسين؟ هل كان هينا على الله ذلك الرجل؟ لا، ما إن بقيت من الهوان على الثرى. الشاعر خاطب الحسين يقول له: أنت ما كنت هينا على الله، ما كنت قليلا قيمة على الله عندما بقيت 3 أيام. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا 3 في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد. بلى، بقي أبو عبد الله الحسين على الرمضاء وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا. قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. لو رسول الله يأتي بعده قعد اليوم عليه للعزاء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.